حبيبي ربنا يخليك، انا موجود في الزمالك واتمنى طبعا ان اكمل، واي حد طبعا يتمنى تيشيرت نادي الزمالك، بس يعني ده قرار اداره. يعني النضارة عاملة قلق. النضارة عاملة شغلة. انتوا ازيكم عاملين ايه؟ والله وحشتوني، هو مش عارف اقول لكم ايه والله، بس الموضوع صعب جدا، واتمنى كل الناس تبقى موجودة في بيوتها. ياسين عشان بيقول لك هو ايه موضوع النضارة ده يا نجم؟ ايه يا اسطى عامل ايه؟ وش عايز يخش يغني؟ يلا يا وش بطلنا هدخلك دلوقتي، بطلنا وثانية انت بقى كده عشان انت بتخبط الدنيا. بطلنا. حاضر يا وش هدخلك. فين؟ انت مع النضارة اسطورة. حبيبي ربنا. خلوك حاضر يا سمر، بس ابو جبل مش عارف دلوقتي فين. انا هدخل وش اغني كده شوية. انا بعت لك يا وش. يعني يلا يا عامل وش ايه سمعنا صوت حبيبي؟ انا سمعك صوتي بس مش هتشوف وشي. طب يلا مصر كلها مستحيل. بس يا عم، حبك مفرحني فرحة قلبي طيراني، قربك مريحني راحة الرفقة صانو، عطفك سائل الحنان كله بألوانه، ودك مهنيني قربك مخليني إنسان لا نفس فيه من بعد توان، وحبك مفرحني فرحة دربي طيران، والله يا وش والله الناس كلها قربك بتشجعك. مريحني راح در عطفك سائل الحنان كله بألوانه، وقال إيه بيسألوني عنك يا نور عيوني، معقول أكون بحبك أكتر من نفسي؟ ليه 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 حقيقي حيروني في الرد وتوهوني. والله بقول لك الجمهور حكم عليك، وعايز اقول لك ان التعليقات جميله جدا، بس في ناس بتقلش طبعا انت عارف. دخل يا وسي، شوف حد تاني. وغلاوه يا من عندك غنيت، للاسف ما عرفش اغني والله، بس احنا هنشوف مواهب تانيه. شوف كده يوسف من بعد، استر يا رب. انا هدخل الناس كلها يا جماعه، بس نلتزم الادب، بس اهم حاجه. معانا مروان وهنسمع صوته اهو. لا انا ما بغنيش يا نجم، انا بلعب كوره. حبيبي يا مروان عامل ايه؟ الحمد لله، انت عامل ايه يا نجم؟ الحمد لله. سمع بقى الناس حاجة يا مروان. لا سمع ايه، احنا لو هنسمعه بالكوره هنسمعوك انت. طيب شاهي انا هدخلك تغني بقى، فاجئ الناس. جاهزة؟ ده بتاعتك يا حبيبي. ايه ليه شاهد؟ ما تخش تغني عادي يعني، سمع صوتك الجمهور. هدخلك تغني. واحد يقول لك ان الدرجه دي مش غلط على نظرك، تقول له دي حفظ نظر. حفظ نظر يا حبيبي.
انا شايف ناس يا جماعة بتخش تروش كده بس، معلش انا عندي التروشة ببلوك على طول. فلا يحاول حبيبي ابن بلدي. انا اسهل حاجة عندي البلوك يعني. اخويا الكبير طبعا اللي قبليه ده اشكال وسخة مش هرد عليه. عنتر اقسم بالله بحبك جدا، هتغني خش غني يا حبيبي بس خليك جاهز بس عشان يطلع امطار الغنى. انت فاهم. ازيك يا نجم؟ ازيك يا حبيبي عامل ايه؟ عامل ايه يا نجم؟ ربنا يخليك. عايزين نشوفك في الاهلي بقى، سمعنا حاجة بقى. عايزين نشوفك في الاهلي. طب سمعنا حاجة. المايك معايا؟ اه معاك يا حبيبي. يلا بره الروم. نفسي اشوفك حقيقي والله العظيم حبيبي والله اتمنى يعني. مصطفى فتحي والله لو شايف دلوقتي ادخله بس مش عارف والله، ممكن يكون نايم اكيد. والله انت بصراحة قلت اغنية عالمية بتاعت بره ومبره. انا بس عايز اسأل سؤال، الناس اللي بتخش تشتم وكده هتستفاد ايه طيب ان انت تشتم؟ احنا بنفتح لايف عشان نهزر ونضحك. خلي بالك يا يوسف عشان ما تودناش في داهية. والله اتمنى يعني ان احنا الثقافه بتاعتنا نغير طبعا. السلام عليكم. وعليكم السلام. فاكر يا عنتر سيتي ولا ناسي؟ لا فاكر. لاسيوتي والواسطة. اه طبعا. بنسلم عليكم كسيف، انا داخل بس عشان نسلم عليك بس. حبيبي ربنا الواسطة. سلام. الواسطة بقى، الواسطة طبعا عشت فيها أكتر من سنة ونص وسنتين تقريبا. حبيبي يا عم. حبيبي مش هتسمعنا حاجة؟ ولا بص ستي زمان يعني برضه